السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم إن شاء الله سوف نقوم بعملية وضح حقوق النشر على فيديوهاتنا في اليوتيوب، لأن الكثير من الناس يقومون بسرقة الفيديوهات ومشاركتها على قنواتهم، وهذا ما وقع معي في فيديو كنت رفعته إلى اليوتيوب، وقام أحدهم بسرقة الفيديو ورفع الفيديو إلى قناته، قام بحذف الصوت الخاص به ووضع صوته على الفيديو كأن فيديو ملكه. جاءني بلاغ من اليوتيوب بأن الفيديو حقا، يعني فيديو كما تعرفون قوانين اليوتيوب لا تسمح بنشر مثلا العنف ضد القاصرين أو ما يسمى بالتهكير أو القرصنة وغيرها، الجنس وإلى غير ذلك من الأشياء. يعني هي اليوتيوب لا تريد أن تنشر هذه الأشياء في القنوات. هذا الشخص قام بسرقة الفيديو ورفعه إلى قناته، وجاءتني رسائل كثيرة بأن هناك طريقة لاختراق الواي فاي، كان الأمر يتعلق باختراق الواي فاي. يعني تعجبت لما وصلني البلاغ من اليوتيوب، ثم بدأت أبحث حتى وجدت هذا الفيديو الخاص بي في قناته هو، فأنا أيضا قمت بالبلاغ عليه واليوتيوب قامت بحذف الفيديو منه، وجاءته مخالفة ولا يمكن له أن يقوم برفع الفيديو لمدة أسبوع إنذار. يعني قد يكون أنه لديه إنذارات كثيرة، وأتمنى أن تغلق قناته، لأن هذا الشخص كما شاهدت أنا في قناته هناك الكثير من الفيديوهات مسروقة. لن أستطيع إشهار هذا الشخص في قناتي، لأنه كما تعلمون حقوق اليوتيوب لا تسمح بذلك. فلذلك سوف نتعلم إن شاء الله كيف نقوم بوضع حقوق النشر على فيديوهاتنا. هيا نبدأ إن شاء الله بحول الله. سأذهب إلى هنا إلى هذه الصورة، نضغط عليها، سوف أغير اللغة إلى اللغة العربية، من اللغة الإسبانية إلى اللغة العربية، لأن هناك الكثير من الإخوة والأخوات يعملون باللغة العربية. نذهب إلى هنا، نضغط على الصورة، نذهب إلى استوديو يوتيوب، يعني نفس الشيء على الهواتف أو السمارت فون، يعمل بنفس الطريقة. نذهب إلى هنا المحتوى، هنا نذهب إلى التفاصيل، ثم ننزل إلى الأسفل، عرض المزيد من الخيارات، ثم نذهب إلى إتاحة التضمين. أنا يعني كانت هكذا العلامة، إذا كانت هذه العلامة هكذا فهذا يدل على أن أنت موافق على أن تشارك أو يشارك هذا الفيديو على القنوات الأخرى. إذا قام هذا الشخص أو غيره من الأشخاص الآخرون بمشاركة هذا الفيديو على قنواتهم فاليوتيوب لن تراسلك، ولكن إذا قمت بإزالتها قمت الآن أنت بوضع حقوق النشر على قناتك في اليوتيوب. دائما نقوم بعملية حفظ، دائما نقوم بإزالة العلامة، انتبهوا، يجب أن نقوم بإزالة العلامة ثم نقوم بعملية حفظ هكذا، لأن إن لم نقم بعملية حفظ فأننا لم نقم بفعل أي شيء. هل هذا يكفي؟ لا أظن. الشيء الثاني
الذي أنصح به للإخوان والأخوات الذهاب إلى التخصيص العلامة التجارية هنا العلامة المائية للفيديوهات. أنا قمت برفع هذه الصورة أو وضع هذه الصورة كعلامة مائية للفيديو، ووضعتها طيلة الفيديو. هنا يمكنك الاختيار أن تظهر هذه الصورة 5 ثواني قبل أن ينتهي الفيديو، أو وقت بدء الفيديو تظهر 5 ثواني ثم تختفي، أو طيلة الفيديو الكامل. هذا هو الاختيار الذي أنا اخترته. ودائما لما نقوم بوضع هذه الصورة ونضغط هنا، نذهب إلى الضغط على نشر كي تظهر لنا هذه الصورة. إذا لم نضغط على نشر فكأننا لم نفعل أي شيء، فتظهر هذه الصورة هنا طيلة الفيديو. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم هذا الفيديو إخواني أخواتي، وشكرا لكم على المتابعة، وإلى فيديو جديد إن شاء الله. قد يقول إخوان هذه ليست قناتك الرئيسية، هذه قناتي، وكانت قديمة جدا وكنت أعمل عليها باللغة الإسبانية، ورجعت إلى هذه الأيام لكي أقوم بتجربة. من الذي يتفاعل أكثر، هل النصارى أم نحن المسلمين مع بعضنا البعض؟ هذا مسألة وقت، وسنشاهد هذا في المستقبل القريب إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.